تطبيقات على الجزء الاولاني هو المقدمه. احنا اتفقنا ان احنا خدنا ايه اربع محاضرات، المقدمه كانت محاضره، الفول محاضره، العدس والترمس محاضره، الحلبه والحمص المحاضره الاخيره. فهناخد التطبيقات الخاصه بالجزء الاولاني اللي هو مقدمه محاصيل البذور البقوليه. عرف محاصيل البذور البقوليه ثم حدد الاستخدامات المختلفه لها. هقول انها المحاصيل اللي بتتبع العائله البقوليه، ده طبعا بيتغذى عليها الانسان اما طازجه او مطبوخه. تمام، قلنا طازجه في نهايه في نص الموسم زي الفول زي الحلبه زي الحمص. ترمس والعدس ما فيهمش ان انا اكلها خضر. وتستخدم في تغذيه الانسان لما تحتويه بذورها من بروتين وكربوهيدرات كما يمكن استخدامها كسماد اخضر. تمام، يبقى مهمه جدا للانسان في التغذيه ومخصبه للتربه وممكن استخدمها كسماد اخضر. اهم حاجه تبص بيها تقدر تميز محاصيل البذور البقوليه. أول حاجة الورقة المركبة. نفكركم تاني، مركبة ريشية زوجية في الفول، مركبة ريشية زوجية في العدس، مركبة ريشية فردية في الحمص وحافة الورقات مسلمة، مركبة راحية في الترمس، مركبة ثلاثية في الحلب. طيب ما هو ممكن ان انا ابص للنبات كده يعني ورقه مركبه ثلاثيه اقول دي حلبه؟ لا، احنا اتفقنا ان في حاجات اخرى، لان البرسيم مثلا هي ورقه مركبه ثلاثيه والبرسيم الحجازي ورقه مركبه ثلاثيه. اهم حاجه بتميز بقى محاصيل بذور البقوليه الجذر الوتدي واللي عليه العقد بكتيريه من جنس الريزوبيا. دي ميزه برضه انك تقلع الجذر عكس العائله النجيليه الجذور ايه؟ ليفيه. تقلع الجذر تلاقي ايه؟ جذر ايه؟ وتدي، والاقي العقد البكتيريه حجم العقد احيانا قد يصل الى بذره الترمس او بذره الحمص. واتفقنا ان انا عشان اعرف العقد النشطه من العقد الكاذبه، ان العقد النشطه لو انا ضغطت عليها بين صوابعي كده بتنزل حاجه زي الدم اللي هو هيموجلوبين، تبقى نشطه وفعاله وانزيم النيتروجينيز موجود فيها ويقوم بتثبيت النيتروجين الجوي. اما لو لقيتها ميه وخضره كده وميه يبقى دي ايه؟ عقد كاذبه. بيميز المحصول البقولي الازهار الفراشيه. ازهار الفراشيه اللي هي الجناحين والزورق والعلم. والاوراق المركبه والثمره الارض. الثمره الارض. كانت الثمرة في محاصيل الحبوب الحبة، حبة البر، هنا أرض. تمام؟ دي اللي بيميز محاصيل البذور البقولية. طب يا ترى، طب الإخصاب ذاتي ولا خلطي في محاصيل البذور البقولية؟ المفروض الزهرة مهيئة لحدوث التلقيح الذاتي. بلاقي الميسم وعليه حواليه 10 أزدية، خلاص ذاتي، هو ذاتي فعلا. في معظم المحاصيل الخمسة بس في نسبة من الخلط في الفول. نسبة من التلقيح الخلطي في الفول نتيجة من أزهار الفول جذابة جدا للحشرات، الحشرات بتروح لها وبتتنقل بين الأزهار وبعضها فممكن يحصل عندي خلط. وفي حاجة تانية اللي هي نسبة من عدم التوافق الذاتي، دي حاجة خاصة بعملية الإخصاب نفسها في الفول، إن نفس الزهرة ما تلقحش نفسها لعوامل منعة مش مجالها ان احنا نشرحها يعني. طيب ايه هي الصفات التي تميز محاصيل البذور البقوليه؟ يمكن استعرضناها في اول محاضره اللي هي المجموع الجذر الوتدي ومعلم البكتيريا الريزوبيا تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي. تحتاج محاصيل البذور البقوليه رطوبه ارضيه عاليه لضمان انبات، قلنا شفناها دي في الترمس وشفناها في الفول. والترمس مثلا ممكن انقع البذور عشان اضمن عمليه انبات ايه؟ جيده. او ان انا اعمل رايه الزراعه عندي اللي هي الرايه اللي بحطها للبذره تكون رايه غزيره عشان اضمن نسبه انبات عاليه. بيؤدي التاخير في الزراعه لتساقط الازهار، ليه؟
لان هي محاصيل شتويه، وانا بزرعها في شهر اكتوبر يبقى لو اتاخرت مثلا في ديسمبر تبص تلاقي ظهر وقت هبوب الرياح الايه الخمسين اللي هي بتيجي في اخر مارس اوائل ابريل، والرياح الخمسين معناها تزود نسبه التساقط. تساقط ايه؟ هي مكتوب هنا تساقط الازهار؟ لا، ده التساقط ممكن يبقى تساقط للبراعم الزهريه او للازهر او القرون الصغيره حتى بعد تكوينها. بتحتاج لارض خاليه من الملوحه وبي اتش متعادل. وحقيقه احنا قلنا ايه بي اتش المناسب لعمليه تثبيت النيتروجين هو اقل من 7، المتعادل ده 7، قلنا من حوالي 6.5، ده يبقى ملائم جدا لتكاثر البكتيريا وعمليه الايه التثبيت النيتروجين الجوي. اهم ما بيميز محاصيل البذور البقوليه ارتفاع السعه التبادليه للجذور، قدرتها على امتصاص العناصر من الارض بتبقى عاليه. اشمعنى؟ عشان النيتروجين اللي جوه الجذور بيرفع السعه التبادليه بتاعه الجذور، فقدرتها على امتصاص العناصر الاخرى زي البوتاسيوم والفوسفور بتبقى عاليه مقارنه بمحاصيل الحبوب. يعني انت لو هتضيف لمحصول القمح كميه من البوتاسيوم او الفوسفور ونفس الكميه للفول، هنجد ان الفول قدرته على انه يستفيد بالكميه المضافه مثلا 80% مقارنه بالمحاصيل الايه؟ الثانيه زي القمح. لو جالك بقى سؤال يقول لك تكلم عن اهميه البقوليات لكل من الارض والانسان. نيجي للارض. الارض كلنا عارفين ان محاصيل البذور البقوليه بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي. دي حاجه جميله جدا انها ما بتاخدش نيتروجين وبتسيب لي في الارض نيتروجين، فبتزود من خصوبه الارض. عشان كده لازم في الدوره الزراعيه، نظام الدوره الزراعيه بتاعتي، وبالمناسبه هم الخمس محاصيل بالصدفه محاصيل شتويه، يبقى لازم اعمل تبادل المحاصيل الصيفيه المجهده للارض مع المحاصيل الايه البقوليه. يعني ايه؟ الفول احسن محصول ازرع بعد منه هو الذره الشاميه، ده صيفي. اشمعنى الذره؟ لانه بيستهلك نيتروجين بدرجه عاليه جدا، بياخد لحد 180 وحده ازوت. فبزرع له الفول اللي بيسيب 200 وحده ازوت في الارض اهو. يعني مفيش احسن من كده. يبقى كان الفول ما استهلكش نيتروجين وساب لي 200 وحده ازوت للمحصول الايه؟ اللي بعد كده. الحاجه الثانيه ان انا ممكن بالنسبه لاهميه المحاصيل البذور البقوليه للارض، ان انا ممكن استخدمها كسماد اخضر. والسماد الاخضر ده في الاراضي الصحراويه او الاراضي الجديده، ان انا بزرع محصول وقلنا انسب محصول هو الترمس. ويمكن في الجزء ما جينا نشرح الترمس شفتوا شكل نبات الترمس قد ايه، بيبقى نموه غزير والاوراق المركبه الراحيه بتاعته والازهار العنقوديه وسرعة النمو وسرعة التحلل، كل دي بتجعل من الترمس نموذجي للمحاصيل اللي ممكن استخدمها كسماد اخضر. احرته في الارض في منتصف التزهير كده. اشمعنى التزهير؟ لانه هو اقصى نمو خدته خلاص عند التزهير، اقصى نمو خضري خدته عند التزهير، فاقلبه في الارض عشان يتحلل ويزود المادة العضوية. طبعا لو جيت تحسن السويل بروبرتيز او الخصائص بتاعة التربة عن طريق التسميد الاخضر ارخص بكتير من ان واحد تاني ما يقول لك طب انا الطامي من الاراضي القديمه للاراضي الجديده شوفوا قد ايه يبقى مكلف. لا، انا هزرع السماد الاخضر وهيعمل لي نفس الفعل بتاعة الطامي اللي هنقله في انه يخلي الارض اكثر تماسكا، احتفاظها بالميه بيبقى اعلى، الماده العضويه فيها ترتفع عن طريق التسميد الايه؟ الاخضر. اما اهميتها بقى بالنسبه للانسان فكلنا عارفين قد ايه ان كتير من الشعب المصري بيعتمد في البروتين بتاعه على البروتين النباتي من محصول زي الفول وزي العدس وزي فول الصويا. صحيح هو مش معانا هنا، الفول السوداني، كل دي من العائله البقوليه. نسبه البروتين فيه في الفول مثلا 24%، من 24 ل 30 في البذور البقوليه عموما. حاجه زي فول الصويا بتوصل 44%. طبعا مركبات طاقة عالية جدا، تدي طاقة، فيتامينات،
لكن كلنا عارفين في بعض المشاكل البسيطه زي انيميا الفول اللي بتيجي للاطفال نتيجه ماده الفايسين الموجوده في بذور الفول وفي القشره بالذات. الماده دي بتوقف انزيم 6 فوسفيت جلوكوز ديهيدروجينيز. الانزيم ده مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء. ولذلك الاطفال دون 6 سنين اللي عندهم حساسيه ودم نسبتهم بتبقى قليله جدا ما اكلوش الفول. عشان كده امهاتنا الكبار كانوا يجوا على الطفل عاوزين ياكلوه حبايه فول كانوا يروحوا مقشرينها ويروحوا حاطينها تحت سنانه كده ويشوفوا ايه الموقف، لان لا قدر الله الطفل اللي عنده انيميا الفول بتبص تلاقي وشه ازرق وممكن يعني نتيجه تكسير كرات الدم الحمراء ممكن يتعرض لخطر كبير جدا. ففي الحاله دي ما عملوش تغذيه على الفول، اوقف الفول خالص لحد ما يكبر في السن. الناس يقول لك اتخلص من ماده الفايسين بان انا انقعها لمده 5 ساعات او اغلي، لا فمفيش داعي ان الاطفال اللي عندها حساسيه ان انا اعرضها لهذا الخطر. السؤال اللي قدامنا بقى بيقول لي علم عدم وجود عقد بكتيريه على جذور بعض المحاصيل الجذور البكوليه احيانا. يعني انت جيت وجبت نبات بكولي وقلعته بعد 4 اسابيع مثلا، طبعا العقد البكتيريا ما بتكونش في بدايه حياه النبات، 4 اسابيع من 7 ل 9 دي الذروه، 7 ل 9 جيت في الاسبوع السابع وقلعت النبات ما لقيتش عقد بكتيريا. ايه الاسباب؟ اول حاجه ان انا اصلا ما عنديش بكتيريا في الارض. ارض جديده. ما لقحتش تلقيح بكتيريا. أو إن أنا لقحت بس بالريزوبيا بس مش بالريزوبيا النوع الخاص بالمحصول بتاعي. يعني الفول مثلا ريزوبيا ليجيومونزار هو والعدس. رحت أنا لقحت بريزوبيا جابونيكا بتاع الفول فول الصويا. مش هتتكون عقد بكتيريا. ولو كونت هتبقى كاذبة. غير فعالة. مش هتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي. احد الاسباب الثانيه اللي هي زياده الملوحه، الملوحه العاليه بتعمل عمليه تكفيف للعقد البكتيريه. ضغط الاسموز هي بتسحب الميه منها فبتموت العقد البكتيريه. مستوى الماء الارضي مرتفع خنق البكتيريا. ما احنا قلنا ان البكتيريا ما بتمشيش ما بتطلعش فوق سطح الارض عشان تلتقط النيتروجين بس، لا ده لازم النيتروجين يكون موجود مع هواء التربه. يبقى لازم تكون اراضي جيده التهويه. فلو مستوى الماء الارضي مرتفع او اراضي قادقه طبعا مش هتتكون العقد البكتيريه. ضروره حصاد المحاصيل البكوليه في مرحله النضج الفسيولوجي. ايه مرحله النضج الفسيولوجي دي؟ مرحله النضج الفسيولوجي دي اللي هي ان القرون بتاعتي تكون فيها 90% ماده صلبه و10% رطوبه. ما استناش بقى لما تجف في الجفاف التام، لان زي ما قلنا طور النضج التام يعرض المحصول للانفراد وفقد المحصول. اقل المحاصيل في الانفراد يمكن هو الفول، بس مش معنى كده برضو ان انا استنى طور النضج التام، لان لو انا سبته لما يجف خلاص برضه هيتفتح القرن وتقع البذور. اسرعهم العدس زي ما حكينا، بيحصل عنق القرن بيبقى رهيب جدا فالعنق ده بيتقطع والقرن بيقع على الارض. الترمس بيتفتح، يعني لو جاف في جفاف تام القرن ببص الاقيه اتفتح والبذور تطلع منه. فلازم ان انا والحقيقه اهم المحاصيل الخمسه هو العدس، يعني محصوله هو اخضر مصفر مش اصفر مقدار، تفرق يعني. هو اخضر بس بدا يصفر، هو ده انسب حاجه. اخده واقلعه واوديه على الجرن فرط، يبقى معايا بذرتي معايا مش في الحقل. بعد كده علل ضروره تسميد محاصيل البذور البكوليه بالسماد الازوتي عند زراعتها في ارض متاثره بالاملاح. دي اسئله اعزائي الدارسين بتبقى غير مباشره، بس لو فكرت فيها لا يعني حاجه هايفه قوي. ارض متاثره بالاملاح
هسميها ليه بالسماد الازوتي؟ لان اكيد البكتيريا مش ما اشتغلتش، وانا هقول لها مش هسمدها، لا سمدها، ما مفيش تثبيت نيتروجين جو، مفيش نبات مش هيعيش من غير نيتروجين، لان البكتيريا الرزوبه لا تكون نشطه تحت ظروف الملوحه، وبالتالي لابد من اجراء التسميد الازوتي. ما اجيش اقول جرعه تنشيطيه ولا غيره، لا، ارض ملحيه اسمدها عادي بقى زيها زي غيرها. لا تنجح محاصيل البذور البقوليه في الاراضي الملحيه، ده سؤال مكرر، لان خلاص حفظناه، لان بكتيريا الريزوبيا التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي لا تنجح في الاوساط الملحيه، كما انها تفضل البي اتش المتعادل. طيب الحاجة الأخيرة بعدين هناخد فاصل ونكمل مع بعض التطبيقات بعد كده. بيميز محاصيل البذور البقولية حدوث التساقط. تساقط، وزي ما قلنا أنا كاتب هنا تساقط الأزهار، بس معروف إن التساقط ممكن يبقى كمان في البراعم الزهرية قبل تتفتح الأزهار، أو في القرون الصغيرة. أول حاجة تعرضها للرياح الشديدة، الرياح الخمسين اللي بتيجي في نهاية شهر مارس، فعشان كده وأنا بزرع بنشن بحيث النباتات بتاعتي ما تظهر ما تكونش وقت هبوب الرياح الخمسين. طيب أنا زارع بقى وفي أرض صحراوية بالذات، يبقى لازم في عندي مصدات رياح، لازم أكون عامل الاحتياطات بتاعتي، زارع مصدات رياح على المزرعة بتاعتي عشان تقلل من أثر الإيه؟ الرياح الشديدة. نقص بعض العناصر كالفوسفور والبوتاسيوم، مهم جدا البوتاسيوم بالذات. بص لاقي العنصرين دولت لو ناقصين، هو من حسن الحظ الاراضي المصريه اراضي رسوبيه غنيه بالبوتاسيوم، ولكن الفوسفور برضو في فوسفور في الارض ولكنه غير متاح غير ميسر. فنقص بعض هذه العناصر اللي بيجي نتيجه اختلال في البي اتش، البي اتش اللي بيبقى قلوي او حامضي، ده بيؤدي الى التاثير على امتصاص بعض العناصر. حدوث التلقيح الخلطي، زي ما قلنا ان الازهار بتاعتي ازهار فراشيه مجهزه لحدوث التلقيح الايه؟ الذاتي. احيانا يحصل التلقيح الخلطي نتيجه زياره الحشرات، فده برضو ممكن يؤدي للتساقط. نقص او زياده الميه، ده مهم جدا بقى، اللي هو اللي بسميه نقص يبقى تعطيش او تغريق النباتات اثناء التزهير، وخاصه لو انت معطش النباتات وجيت في عز الظهر والحراره عاليه قوي ورحت راوي، بيحصل هزه فسيولوجيه للنبات، فبيقع عدد كبير جدا من الازهار او البراعم الزهريه او القرون الصغيره. اختلاف الكثافه الضوئيه عن حاجه النبات اثناء التزهير، سواء بقى اللي هي طول الفترة الضوئية أو شدة الإضاءة. وإحنا اكتشفنا أو إحنا قلنا قبل كده إن محاصيل البذور الخمسة البقولية الخمسة بتحتاج لكثافة ضوئية عالية، إلى جانب إيه؟ إن يكون عندي نباتات نهار طويل، يعني عدد ساعات النهار أكثر من 12 ساعة. أي خلل بقى نتيجة سحب، نتيجة تغيير مناطق الزراعة، كل ده بيؤدي لزيادة التساقط. في الحقيقة هو التساقط ده ظاهرة طبيعية، يعني أنا لو ما فيش عندي الخمس أسباب دولت مش هيحصل تساقط؟ لا هيحصل تساقط طبعا، لأن نبات زي الفول ده ممكن يشيل 300 زهرة، هل 300 زهرة هيدوا 300 قرن؟ هيبقى نبات عملاق. فالتساقط ظاهرة طبيعية، بقى إحنا بنتكلم هنا على زيادة التساقط. لما يزيد عن أبص ألاقي نبات الفول كده مسافه جامده جدا من الساق ما عليهاش قرون خالص، اهو ده التساقط اللي بنقول عليه، او عليها خمس ست قرون، يبقى في جزء كبير وقع من هذه الازهار او البراعم او القرون الصغيره. اعزائي الدارسين، يعني لعلنا احنا اخذنا جزء من التطبيقات، وهناخد فاصل ونكمل مع بعض باذن الله الجزء الاخير اللي هو استكمال التطبيقات، اللي هي بنعتبرها اهم جزء في المحاضرات الاربعه، لان هي بتربط المحاضرات الاربعه، بنحط ايدينا على اهم النقط التي يجب
ان احنا نركز عليها في المقارنة بتاعنا. وإلى أن نراكم في المحاضرة الأخيرة اللي هي التطبيقات. السلام عليكم ورحمة الله.